ولمناقشة أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق والتقارير التي تؤكد تراجع أوضاعهم، تنضم إلينا من أربيل المحامية والناشطة الحقوقية وسن الدليمي. مرحبا بك معنا. مساء الخير، السلام عليكم. عليكم مرحبا السلام. بك أستاذ العزيز، وأهلا بك ومشاهدينا أهلا بكم. الكرام. أهلا بكم. ما الذي يعيق وصول أصحاب الاحتياجات الخاصة في العراق إلى الخدمات والدعم الأساسي الذي يفترض أن الدولة تقدمه لهم؟ نعم، حقيقة القانون العراقي كان يفترض أنه أكد على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون رقم 38 سنة 2013، وجاء يفترض أن يكون منسجم مع أحكام الدستور العراقي، إلا أنه لم يتضمن عبارات تعزيز الحقوق، جاء بصيغة رعائية لا تنسجم وأحكام الاتفاقية اللي هي اللي متفق عليها، واللي يكون العراق من ضمن هذه الاتفاقية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة. هاي الأحكام حقيقة تحط من قيمة المعاق وتحول دون تحقيق الاندماج والمساواة اللي تنص عليها الاتفاقية، لأنها تتبع أسلوب الرعاية إعادة التأهيل بدل من التركيز على مسألة تعزيز الحقوق وتبديد المخاوف المتعلقة بعدم القدرة على تحمل المسؤولية لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم، يعني الأمم المتحدة تحدثت عن أن العراق هو الأعلى في عدد المعاقين في العالم، ما الذي يمنع من تطوير مشاريع حكومية لدمج هذه الشريحة الكبيرة بالمجتمع طالما أنها يعني هي الأكبر كما تتحدث التقارير؟ تمام، حقيقة يعني الخدمات الحكومية أو التحركات الحكومية تجاه هذه الفئة الكبيرة والشريحة الواسعة من ذوي الإعاقة بالعراق، اللي هي يعني حسب إحصائيات الأمم المتحدة والمنظمات المجتمع المدني بالعراق مثل تجمع المعوقين في العراق، يتجاوز عددهم 1.5 مليون إلى 2 مليون، وهذه يعني عدد يعني لا يستهان به. لكن بالحقيقة لا يوجد اهتمام بهذه الشريحة، لا بنى تحتية موفرتها الحكومة، تسهيل وصول الأشخاص يعني ذوي الإعاقة بالحياة العامة مثلا، رغم أنه يقال بوجود توجيهات حكومية إلى أنه الالتزام، ما زال دون المستوى ودون الطموح، ويكاد يكون معدوم أساسا. يعني مثلا الأماكن الحكومية، المدارس، دور العبادة، مراكز الترفيه، المراكز الرياضية، وسائل النقل العام على الأقل ما متوفرة، ولا ما بيها أي توافق مع التكوين الجسماني لهاي الفئة من الأشخاص ذوي الإعاقة. فهناك لا. إهمال حقيقي لهاي الفئة. السؤال يدور عن دور البرلمان العراقي في ذلك، هل ثمة تشريعات موجودة لكنها غير مفعلة، أو أن التشريعات الخاصة بهذه الشريحة أيضا غائبة عن البرلمان؟ حقيقة ما أتوقع يعني هناك اهتمام حقيقي بهذه الشريحة، يعني حالها حال بقية المواضيع والقوانين المتوقفة. يعني إذا لاحظ أنه توجهات البرلمان إلى المشاريع اللي لا تجدي نفع ولا تصب مصلحة المواطن، يعني على جميع الأصعدة مو فقط هذه الفئة، كل فئات المجتمع تكاد تكون مهمشة. يعني هذا الواضح من السياسة ومن القوانين اللي الشرع بالبلد، لأنه بلد يملك ميزانيات انفجارية، يملك طاقات وموازنات يعني تفيض ولا تقارن بموازنات دول العالم المتقدمة، لا تمتلك بنى تحتية ولا تستطيع أن تقدم خدمة للمواطن بكافة الشرائح. يعني احنا أخذنا قبل فترة المعنفات، الأرامل، الأيتام، واليوم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فكل في هذا المجتمع هي مهمشة حقيقة. نعم، إلى أي مدى يعني يترك هذا الإهمال الحكومي
آثار سلبية على حياة أولئك المعاقين؟ طبعا المعاق بهاي الحالة يواجه إضافة إلى تحديات المجتمع والاندماج بالمجتمع وتحمل المسؤولية، إضافة إلى التحديات النفسية، كيف يعني يندمج المعاق بمجتمع يحدد القانون نسبة العجز ويركنها إلى لجان طبية هي تحدد نسبة العجز لهذا الشخص حتى يندمج بالمجتمع. حقيقة تحديات كبيرة، تحديات على مستوى العائلة، على مستوى المجتمع، يعني أغلب العوائل تخجل من أنه تقدم الشخص المعاق يعني بالمجتمع لظروفه النفسية أو سبب غياب الوعي والثقافة بهذا المجتمع تجاه تصورات معتقدات خاطئة. ما تنطي المعاق حقه أنه هذه الإعاقة بسبب خارج عن إرادته أو بسبب مثلا الحروب، بسبب يعني المسببات كثيرة. إحنا عندنا الحروب، عندنا يعني في هذا الجانب، ما المطلوب اليوم؟ يعني الأشياء الملحة والطارئة المطلوبة من أجل دعم هذه الشريحة؟ حقيقة نحن بحاجة إلى أنه تركيز على هذه الفئة من قبل الدولة، توجه فتح مراكز لرعاية هؤلاء المعوقين، مراكز تأهيل، رواتب لهذه الفئة، مستشفيات بالبنى التحتية، حتى يكون تسهيل أو تخفيف هذا العبء على هذه الفئة. احنا عندنا فئة كبيرة وشريحة واسعة من المجتمع متعرضة، إذا ما كان الشخص نفسه فهو مؤثر على عائلته أيضا. يعني احنا نشوف أنه عوائل المعيل اللي هو الأب يكون معاق أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي يعني بسبب الحروب اتأذى، فعوائل احنا عندنا شريحة كبيرة من المجتمع يجب التركيز وإعادة النظر بترتيب معين للبنى التحتية، للرواتب الرعاية الاجتماعية، لابد التركيز على هذه الفئة. أشكرك جزيلا المحامية والناشطة الحقوقية وسن الدليمي.